أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم صلاة وسلاما متلازمين تلازم الليل والنهار على سيد الخلق محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بنور العلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. سهل بفضلك ومنك وجودك وكرمك علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، معاشر الصائمين، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وحييكم بفتح الإسلام. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئا ذي بدء، نهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بحلول شهر رمضان المبارك الذي نسأل فيه المولى تبارك وتعالى أن يكون شهر خير وبركة ونصر وتمكين للأمة الإسلامية. أيها الأكارم، يحل علينا شهر عزيز وضيف كريم لطالما اشتاقت له النفوس الطاهرة التقية النقية. شهر خصه المولى تبارك وتعالى بمزيد من الإفضال وبكثير من التكريم، إنه سيد الشهور على الإطلاق. شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجان. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم من خيرها فقد حرم. إنه شهر المؤاخاة، شهر المواساة، شهر التلاحم والترابط. إنه شهر الفتوحات والانتصارات، شهر ترفع فيه الدرجات وتمحى فيه الخطايا والزلات. إن إدراك المرء لرمضان له فرصة ومنحة ربانية، وهو بشرى تساقطت لها الدمعات وانسكبت لها العبرات. لذلك حري بنا جميعا أن ننتهز وأن نبتهل فرصة رمضان، وذلك بدءا بالفرحة بقدومه. فالمسلم والصائم يفرح بالطاعة، يفرح بصلاته، يفرح بقرآنه، يفرح بقيام ليله. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا يليق إطلاقا بالمسلم أن يقبل على طاعة وهو لها كاره. الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يفرح بقدوم شهر رمضان ويبشر بذلك أصحابه، فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم وتغل مردة الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم من خيرها فقد حرم. ثانيا: التوبة والإنابة والإقبال بين يدي المولى تبارك وتعالى. فشهر رمضان فيه دعوة إلى أن نتوب جميعا إلى الباري سبحانه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رمضان فرصة للتوبة، رمضان فرصة للإنابة، رمضان فرصة للعتق من النيران. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن لم يتوب في رمضان فمتى يتوب؟ ومن لم تعتق رقبته في رمضان فمتى تعتق؟ كذلك أيها الأكارم، لابد لنا من الإقبال على كتاب المولى تبارك وتعالى. فرمضان هو شهر القرآن، نقبل عليه تلاوة وتدبرا، فذلك فيه الأجر العظيم. كما قال عبد الله بن مسعود في الحديث الذي رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنات تتضاعف في شهر رمضان. كذلك عليك أيها المسلم أن تلزم نفسك بالصلاة في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام:
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، كذلك عليك أن تكثر من النوافل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ورأت أم المؤمنين أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. كذلك أيها الأكارم، نكثر من الصدقة في هذا الشهر الفضيل. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما له مثل أجر صائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وهم شيء في شهر رمضان أيها الأخو الكريم، رمضان يحتاج منك أن تطهر قلبك وأن تنقي قلبك من الأحقاد والأضغان والحسد والشحناء والبغضاء، لأن المتشاحنين لم يغفر لهم المولى تبارك وتعالى، ولن ترفع أعمالهم إلى الباري سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ترفع الأعمال إلى الله في يوم في كل 2 وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. لن ترفع أعمالهما حتى يصطلحا، لن تقبل صلاتهما حتى يصطلحا، لن يقبل صيامهما حتى يصطلحا. ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام من العداوة والحسد والبغضاء والشحناء والفرقة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ومن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار. رمضان فيه دعوة إلى أن نتصالح، إلى أن نتسامح، إلى أن نتصالح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كن قابل العفو واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيب أمر كل وسواس، فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. فالله نسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا رمضان بغفرانه، والفوز بجنانه، والعتق من نيرانه. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان تجلى وابتسمان.